تيقولوا هذا الحزب ما عرفش حكايته. البنت كتقول لك ضروري ندير الحجاب باش ندخل. لا بنيتي ماشي ضروري، درتي الحجاب مزيان، حنا كنامنوا باللي هذاك واحد اللباس منسجم مع المبادئ ديال الشريعه ديالنا. الاخر ما كنحكموش عليه لانه على حساب حاجه واحده اللي عندنا، ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى هذيك لا، ولكن ماشي ضروري دير الحجاب باش تكون مع العداله. يا مرحبا بك. كاين اللي تيقول هاد الاخوان هادو وقيلا الا دخلت معاهم غيخصني ولا بدا نصلي. حنا ما كرهناكش تصلي، وإن هذاك بينك وبين الله. الا جا وقت الصلاه نتوضا ونصلي. بغيتي تصلي معنا برك مسعود، ما بغيتيش على خاطرك الله يهديك. المهم عندنا حنايا مجموعينش معاك على الصلاه، الصلاه في الجامع، وحنا كمسلمين كنصليو ملي كيجي الوقت، ولكن حنا مجموعين معاك باش تخدم الامه فيك كيما تخدم الامه. اجي حنا متاكدين من واحد القضيه، اللي غادي تجي وغتشوف هذا الشيء غادي تصلي غير اطمئن. سمحوا لي الاخوان، الناس اللي كيركزوا على الشكل والمظهر، انا ماشي ضد السنن ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، الاوامر ديالو، ولكن كل حاجه عندها مكانتها. وحنا وهذاك الوقت شحال من كيرة نوضنا على شي مسائل ما انزل الله بها من سلطان، فهمتي ولا ياك لاباس؟ وحنا تراجعنا، خليونا نقولوهم بصراحه، حنا تراجعنا شحال من حاجه. ولهذا انا كنسميها مراجعات لا تراجعات، لان واحد الحاجه ماشي حق، وما عندهاش هذه المكانه كلها هي في الاسلام. بزاف ها اللحية ما نعرف شنو قاعد اللحية عندها المكانه في الاسلام. واش ما كتشوفوش السيخ؟ شفتوا لحيته شحال قاده على دينا؟ هذيك اقرب للسنه من ديالنا حنا بدون شك. وما تيديروش غير اللحيه، كيديروا اللحيه ويديروا العمامه ويديروا الخنجر ويديروا، ما قيمه هذا؟ هل البشريه في حاجه الى ملتحين؟ اسيدي حنا نديروا فيها 10 متر، او الى اشخاص عندهم يعني قميص طويل، ام محتاجه لمن يحنو عليها؟ محتاجه لمن يرفق بها؟ محتاجة لمن يستمع إليها؟ محتاجة لمسؤولين مثل عمر يطوفون كي يعرفوا محال المسلمين ويوصلون الخير إلى من يستطيعون؟